قبل ما نكمل على مارادونا يا سهام، معانا تليفون مهم جدا الاستاذ طبعا العميد محمد مرجان مدير التنزيلي للنادي الاهلي معانا على تليفون. مساء الخير يا استاذ العميد. يا كابتن هاني مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. مساء الخير يا سياده العميد. مساء الخير يا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ اهلا بيك اهلا بيك. نتكلم عن اتفضلي اتفضلوا النبي اتفضل. يعني بنتكلم على طبعا يمكن كنا بنتمنى طبعا الحضور الجماهيري، وكنا بنتكلم على الاجواء التنظيميه قبل مباراه طبعا القمه. عايزين نسمع من حضرتك العمليه التنظيميه بالنسبه للدخول، وعمليه التنظيميه بالنسبه لاعضاء مجالس النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتحضر هذه المباراه. الشكل التنظيمي ازاي ماشي خلال ال 48 ساعه الجايه لغايه ان شاء الله بدايه المباراه؟ لا، هو طبعا النادي الاهلي مش طرف في تنظيم المباراه تحت اشراف الاتحاد الافريقي، هو المنظم بالتعاون مع الاتحاد المصري. النادي الاهلي طرف في المباراه، هيلعب الدور اللي هو هيلعب فقط، تغيير اللوائح. واحنا اعلنا كده امبارح، احنا ملتزمين باللوائح، ملتزمين بقرارات الامن المصري، ملتزمين بقرارات وزاره الصحه، ملتزمين بلوائح الاتحاد الافريقي ان شاء الله باذن الله. واحنا منتظرين اللي هنعلم بيه، هو ده اللي النادي الاهلي هيبقى ملتزم فيه ان شاء الله باذن الله. فانا من النادي مش طرف في التنظيم خالص، بل بالعكس احنا بنتمنى يكون هناك مباراه تليق بمصر ونهائي افريقي، الناس كلها تتفرج عليه. عايزين الفيرست بلاي، عايزين الروح الرياضيه. ان شاء الله نبارك باذن الله باذن الله الاهلي. يا رب ان شاء الله. متابع يا كابتن هاني معانا، النادي الاهلي قافل على نفسه، عندنا صحيح عمليه بنتحرك فيها بشكل محترم. كان عندنا النهارده فريق كوره برضه قافلين بنتحرك كده، ربنا يكرمنا نوصل ليوم الجمعه ان شاء الله بخير وسلام. الناس تراعي بس اللي فيه جماهير مشحونه وفيه شباب مشحون، نراعي هذا الكلام ان شاء الله تبقى مباراه كل الناس تفرح باذن الله، وكل الناس ان شاء الله تليق ثاني. هنرجع نقول ثاني هتليق باسم مصر باذن الله، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله نهني النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نهائي هتكون مباراه كبيره ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه بس يا سياده العميد اللي احنا طبعا دايما بنحاول ان احنا نكرره ونذكره هنا في البرنامج وفي القناه بشكل عام، ان هدوء الاعصاب مطلوب، يعني نراعي شعور بعض ايا كان الفائز، بس ان شاء الله طبعا الاهلي يفوز بالبطوله دي، بس نراعي شعور بعض خاصه في مباراه مصريه مش بتتكرر كتير، يعني ده حدث تاريخي. يعني شوفي يا استاذ سام، يعني ما حدش كان يتصور النهائي الافريقي يكون مصر، صح؟ وده اللي فيدل على قوه الكره المصريه، صح؟ والرياضه المصريه ماشيه في الاتجاه الصح. ولكن احنا كنا بنطالب تنفيذ القانون، تنفيذ اللوائح، هو ده اللي بيخلي الناس كلها تكون مرتاحه، وهو ده اللي بيبقى هو نبذ التعصب الحقيقي. طالما كل واحد عارف اللي هو بياخد حقه، هتتفرج على اداء رياضي متميز. لكن طول ما في طرف حاسس دايما او بيتوهم اللي هو مغلوب على امره والطرف الاخر، ده عمرنا ما هنخلص من الدوامه دي ان شاء الله باذن الله نخلص منها يا رب. ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله تبقى بدايه انطلاقه جديده للرياضه باذن الله، وترجع الرياضه اخلاق، ترجع الرياضه لوائح، ترجع الرياضه قوانين بتتطبق على كل من الكبير للصغير. فان شاء الله ربنا يوفق الامن المصري، اتحاد الكوره، اتحاد الافريقي، وزير الشباب والرياضه، كلهم متكاتفين، الناس كلها على اعصابها. فعشان كده احنا بنطالب كل مسؤول ما بقاش في تطريح غير على قد المسؤوليه بتاعته، لاننا كلنا عايزين نتعاون المباراة تبقى بشكل جيد لصالح الرياضة المصرية. صحيح. ده صحيح. ده اللي بندعو له وحضرتك بتدعيه، ومن هنا من البيت الكبير كمان بقالنا تقريبا اكتر من اسبوع بندعو اللي حضرتك بيقوله، ان شاء الله المباراة تخرج على الشكل اللي ليه باسم مصر واسم النادي الاهلي. يعني تكون حقيقة بقى، ما نبقاش بندعو طبعا اكيد حقيقة، يعني قول وفعل. اكيد اكيد قول وفعل، كل مسؤول في مكانه يلتزم بتثبيت قول وفعل، وربنا يوفق ان شاء الله لاعبتنا ويحفظهم من شر الوباء اللي احنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله العميد مرجان محمد مرجان بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بالتوفيق لفرقتنا للنادي الاهلي.